What is microcytic hypochromicanemia? How can you differentiate between different causes of this type of anemia? Microcytic معناها small red blood cells in the peripheral blood smear. يعني لو الصورة دي ركزنا فيها هنلاحظ ان كل الـ RBCs اللي موجودة في الصورة دي صغيرة. لو عملنا الـ MCV على الجهاز هنلاقي الـ MCV اللي هو المين سيل فوليوم أقل من 80 اللي هو الحد الأدنى من المعدل الطبيعي. في نفس الصورة بنلاقي إن الخلايا كلها فيها شحوب جديد، خلايا باهتة. السنترال بالور الجزء الأبيض واخد حجم أكتر من تلت حجم الخلية. فبنقول الـ RBCs are paler than usual، أكثر شحوبا من المعتاد. لو عملنا MCH على الجهاز هنلاقي أقل من 27 بيكو جرام. طيب يعني أنا هاخد كده خلية زي دي كده، الخلية دي واضح فيها قوي إنها هايبوكروميك، الجزء الأبيض كبير جدا، الهيموجلوبين على الأطراف كمية بسيطة جدا من الهيموجلوبين باينة. كل الخلايا اللي احنا شايفينها برضو زي ما شايفين حجمها صغير، يعني الحجم بتاع الخلايا صغير. لو كانت في ليمفوسايتس هنا كنا أكيد هنعرف إن كل الخلايا ديت إيه مايكروسيتيك، إنما مع مرور الوقت بالممارسة مش محتاجين وجود ليمفوسايتس في الفيلد عشان نقول هي صغيرة ولا كبيرة. أنت بتبقى عارف من الشكل اللي قدامك ان الشكل ده microcytic small RBCs in the peripheral blood smear، واللي بيأكد كلامك هو الـ MCV على الجهاز، ان الـ MCV بيطلع اقل من 80 في متوليتر اللي هو الحد الادنى من المعدل الطبيعي. المعدل الطبيعي الـ MCV لو انت فاكرين كان من 80 الى 100 في متوليتر. طيب الـ causes of microcytic anemia، عندنا ثلاسيميا مرض وراثي، انيميا البحر الابيض المتوسط، ده يعتبر من اهم الاسباب بتاعه ايه المايكروسيتيك انيميا، وخصوصا في المنطقه اللي احنا بنعيش فيها نتيجه زواج الاقارب. بينتشر هذا المرض مرض الثلاسيميا بالاضافه لامراض اخرى وراثيه زي السيكل سيل انيميا. طيب تاني سبب من اسباب المايكروسيتيك انيميا وبرضه مشهور في منطقتنا وفي معظم العالم كله هو الايرون افيشنسي انيميا، انيميا نقص الحديد نتيجه سوء التغذيه. السبب الثالث من اسباب المايكروسيتيك هو الكورونيك ديسيز، الامراض المزمنه. الامراض المزمنه منتشره برضو، الامراض المزمنه زي الاورام وزي الالتهابات والحاجات ديت، وهناخدها بالتفصيل كل حاجه دي. سيدروبلاستيك انيميا ده السبب الرابع، وهي بيكون هنا المشكله ان الجسم مش عارف يستفيد من الحديد في تصنيع الهيم، وبالتالي بيبقى في نقص في الهيموجلوبين، وبالتالي تبقى الخلايا مايكروسيتيك هايبوكروميك. هضيف سبب كمان غير الاسباب دي اسمه الليد poisoning.